السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه لالا غيثه سنه سعيده تدخل عليكم بالصحه والسلامه واش نتمنوا ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم مختلف على الفيديوهات اللي موالفه كندير في لاشين هذا الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم شويه من تحضيرات والاحتفال اللي احتفلنا براس السنه الله يدخلها علينا كاملين بالصحه والسلامه يا ربي واي حاجه زوينه للناس كاملين ويحفظ لكم وليداتكم كاع الناس اللي كتبغيو أه هنايا وريتكم صوب لاجينواز جينواز وصوبت هاد لي صابلي اللي قطعتهم هكا بهاد القطعات اللي غيمشيو ليا مع الدم ديال ديال راس السنه وداكشي آه هذه هي لاجينواز ما بغيتش نشارك معكم المقادير وهذا ما عرفتكمش واش غادي تكونوا نتوما آه مهتمين بهذا بهذا النوع ديال الفيديوهات ديال الوصفات وهذا الا كنتو مهتمين خليوها ليا في لي كومونتير وديك الساعه ان شاء الله نبدا مرة, مره مره نبدلو نخرجو من الفيديوهات ديال لي برودوي وهذا الشيء ديال الكوزميتيك وديال هذا ديال المنتجات وهذا ديال العنايه وديال الجمال ونبداو ون... ندير لكم مره مره شي حاجه ديال الطبخ ديال الحلويات على قد داكشي اللي كنعرف الحاجه اللي كتصدق مزيانه والحاجه اللي كنعرف لها مزيان نفيدكم بها هذه هي الحلوه كي كتشوفوا قبلوا عليا انا ما بغيتش نشريها من الباتيسري بغيت نوجد هذا الشيء في الدار حيت بنتي هي اللي بغات هذا الشيء باش ن... باش نفرحها باش تشوف الجو باش نعيشوا هذا الجو صراحه حنا ما موالفينش كنحتفلو كان... هكا غير هما في ليكول ديالهم آه كان عندهم هاد الاسبوع آه آه هاد الاحتفالات وهاد الشيء وكيوجدوا لراس العام كي آه كيصوبوا مهم هاد السيمانه دوزوها فهادشي ديال راس العام وهي بقات مهتمه وديك شاش بغيت نفرحها والاساس انها فرحت بزاف 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 <applause> آه راجلي كيف شفتو لبس اللبسه ديال بابا نويل وفجاه وجاب لي هادي كادو وجاب لي انا كادو ما نسانيش <applause> او صافي اللي انا كن مرتبكه في الهضره حيت موالفه كن كنقدم غير منتجات ولا هذا كنهضر عليهم دابا كنهضر على زعما الفيديو مختلف هي الديكوراسيون اللي درت داك بسيط المهم كان عندي انا هو ان بنتي تفرح ماشي لشي غرض واحد اخر والحمد لله وصلت لداكشي اللي بغيت انها فرحات بزاف بزاف عجبها الحال أه... هنا شي شي خديناهم في هاد الايام ديال فاش كنا كناخذوا هاد الشيء ديال لا ديكوراسيون ديال راس العام وحتى كنهم كانوا من الحوايج اللي فرحوها بزاف وعجبوها وصافي اي واحد ي... ي... يحتفل يدير الوليدات بحال هاد الشيء لانه كيفرح الوليدات بزاف ما بغيتش نخليها انا الوليدات غادي يحتفلوا غادي يجيو أه... نهار الاثنين ليكول وغادي يكون لهم يبقاو وي... يعاودوا شنو داروا وشنو هذا وهي تكون ما دارتش اولا تكون مختلفه عليهم ويبقى فيها الحال ولا شي حاجه بغيت نحتفل بها احنا ماشي كنتبعوا شي شي ديانة ولا زعما من غير الاسلام ولا هذا غادي يخلينا ان احنا نتشبهوا بالمسيحيين ولا لا بالعكس هذا آه فرحه كنستقبلوا عام جديد اللي كلنا كن نمشيو به في, في في البلاد ديالنا هو السنه الميلاديه وكيف ما كنحتفلوا بالسنه الهجريه على آه زعما بالطقوس المغربيه بغينا نحتفلوا بحال هكا المعتقدات راه ما كتختلفش الا حنايا فرحنا ولا حنايا فرحنا وليداتنا صافي هادشي اللي كاين المهم هو ان الوليدات يفرحوا حتى حنا نفرحوا معاهم كنفرحوا بالفرحه ديالهم آه داكشي بسيط و وخا كان شويه ديال ديال العيا حيت الوقت آه يومين ما ما قداتنيش في التوجاد وفي هذا حيت كاينين مسؤوليات وحدين اخرين ولكن المهم هو ان منين كتشوف وليدات فرحانين بزاف ونشوف بنتي فرحانه وعجبها الحال صافي عجبني الحال وبغيت نشارك معكم هاد هادشي اللي درت هاد الافكار بغيتكم تشوفوهم معايا آه هنايا راجلي مني دار هاد البيسه وهذا هي فرحات بزاف وتفاجات وتخلط عليها كل شيء عجب الحال او عجبني الحال بزاف آه حيت هي فرحات الحمد لله الله يخلي لكم وليداتكم الله يحفظهم كاملين الله يخلي يخليكم ناس اللي عزيزين عليكم يا ربي يدخل علينا او عليكم هاد السنه ان شاء الله باي حاجه زوينه بغيتوها وتحقق لكم امنيات ديالكم كاملين وتكون سنة زوينة وحسن من السنوات اللي فاتوا يا ربي وتغير أحوالنا لأحسن حال يا ربي إن شاء الله هادو هما اللي قاتوا لي صوت صغيرين بحال دي وزوقتهم هكاك ولا ديكوراسيون بسيطة وهادشي اللي كاين